الارض. يا عم المفروض نجيب نحات ونكتب عادي اللي حد ترتور فهد مش عارف ايه كده ولا عامل ولادنا عشان حقوقنا وحقوق كل المصريين. تعالي بالتواضع بغض النظر بغض النظر يا حبيبي عن الرئيس اللي موجود. تعالي بقى احنا عايزين حقنا. بسم الله الرحمن الرحيم عايزين حقنا. دي هنا عسل ده كراسي واحنا بنتبع حقنا. ده